في من ضمن الموبايل ديفايسز اكسسوارز الموجوده عندنا حاجه بنسميها الباور بانك، او ساعات بنقول عليه الباتري باك او البورتابل باتري او البورتابل تشارجر. الحاجات دي كلها هي حاجه واحده، يعني لو سمعت اي مصطلح من المصطلحات ديت اللي هو الباور باك او الباور بانك او البورتابل باتري او البورتابل تشارجر، فهي هي نفس الحاجه. و يعني وانا بشرح في الفيديو ممكن اقول اي مصطلح من المصطلحات ديت، بس يعني المصطلح اللي منتشر اكتر اللي هو الباور بانك. طيب فالباور بانك دوت هو عباره عن اكسترنال باتري او بطاريه اكسترنال بنستخدمها كباك اب في حاله ان انت لو عايز تشحن مثلا التليفون بتاعك او التابلت ومفيش مثلا مكان تشحن فيه التليفون بتاعك، لان احنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو بتاع التشارجر او الباتري تشارجر، كنا قلنا ان الديفايس بتاعتنا زي السمارت فونز او حتى التليفونات العاديه او التابلتس بتحتاج ان انت تشحن الباتري او البطاريه بتاعت اي ديفايس من الديفايس ديت. فالباتريز ديت او البطاريات دي بتشحنها ازاي؟ عن طريق اللي هو التشارجر او اللي هو الباتري تشارجر او اللي هو الشاحن. فدلوقتي لو انت مثلا معاك الشاحن بتاعك ومعاك التليفون والتليفون انت محتاج تشحنه، بس المكان اللي انت موجود فيه ما فيهوش كهرباء او ما فيش يعني فيشه او يعني سورس كهرباء تشحن منه الديفايس بتاعك باستخدام التشارجر او اللي هو الشاحن، ففي الحاله ديت ممكن تستخدم اللي هو الباور بانك اللي هو يعتبر بطاريه اكسترنال. وطبعا بتكون انت شاحن الباور بانك دوت قبل كده، يعني الباور بانك بتبقى انت بتشحنه في البيت عادي، وبتمشي بقى بالباور بانك دوت مع التليفون بتاعك او التابلت، ولو جه التابلت او التليفون السمارت فون او حتى التليفون العادي او الايفون او الايباد او الحاجات دي كلها، لو الديفايس البطاريه بتاعته يعني مثلا خلصت او حسيت ان البطاريه خلاص بتقل والتليفون او الديفايس هيفصل منك، ففي الحاله ديت ممكن توصل التليفون بتاعك او الديفايس هتوصله بالباور بانك وتبتدي تشحن من الباور بانك كانك بتشحن من كهرباء بالظبط، بس بعد ما بتكون انت اوريدي شاحن الباور بانك وانت في البيت. زي ما قلت لكم دلوقتي ان انت الباور بانك هتكون يعني مثلا وانت عندك في البيت هتوصله على الفيشه او على المشترك بتاع الكهرباء او سورس الكهرباء عندك وهتشحنه، وبعد كده بقى هيبقى معاك الباور بانك دوت كبطاريه باك اب او كبطاريه اكسترنال وتبقى باك اب تبتدي تشحن بيها التليفون بتاعك او التابلت او الديفايس بتاعك. وطبعا الباور بانك دوت برضو زيه زي البطاريات اللي موجوده في الديفايس بتاعتنا زي التابلت او السمارت فون او اي ديفايس تاني، البطاريه بتاعت الباور بانك برضو ممكن تخلص، فعشان كده بتشحن الباور بانك دوت كل ما البطاريه بتاعته بتخلص. وفي عندنا في الصوره اللي هي اللي قدامنا ديت دوت سمارت فون ودوت اللي هو الباور بانك او اللي ساعات بنسميه الباتري باك او البورتابل باتري او البورتابل تشارجر. وزي ما انتم شايفين كده هنا في الصوره السمارت فون دوت واصل بالباور بانك دوت عن طريق كيبل اللي هو الكابل دوت في الطرف دوت اللي هو المايكرو يو اس بي، واصل في التليفون اللي هو السمارت فون بتاعنا او ممكن يبقى تابلت او اي ديفايس تاني زي ما قلنا، والطرف التاني اللي هو الكونكتور اللي هنا دوت اللي واصل في الباور بانك هو عباره عن اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو اليو اس بي الستاندرد اللي هو الكونكتور دوت اللي احنا كنا بنوصله في الادابتر بتاعنا اللي احنا بنوصله او كنا بنوصله في الفيشه في الحيطه او في مشترك الكهرباء. بس في الاكزامبل اللي قدامنا دوت او زي ما بنتكلم ان انت لو ما فيش مكان تقدر تشحن منه التليفون بتاعك او التابلت او اي ديفايس من فيشه او سورس كهرباء، ففي الحاله ديت هتجيب اللي هو الباور بانك دوت وهتبتدي تشحن التليفون او الديفايس بتاعك من الباور بانك اللي هو هيكون اوريدي مشحون قبل كده. يعني انت هتكون الباور بانك دوت وصلته عندك في البيت او في مكان يبقى فيه سورس كهرباء هتشحن الباور بانك دوت، عشان بعد كده الباور بانك دوت يقدر ان هو يغذي السمارت فون او اي ديفايس هيكون واصل من خلاله. وزي ما قلنا الكونكتور اللي هو اللي هنا دوت اللي هو المايكرو يو اس بي، ودوت الكونكتور اللي هو الستاندرد اي اليو اس بي ستاندرد اي
او اللي هو التايب ايه، وزي ما قلنا ان انت لو ما كنتش هتستخدم الباور بانك دوت فكنت هتوصل الكونكتور دوت في الادابتر اللي انت كنت هتوصله في الفيشه او في المشترك الكهرباء او سورس الكهرباء الموجود عندك. وزي ما قلنا ان الباور بانك دوت انت هتستخدمه عشان خاطر لو انت البطاري او البطاريه بتاعت الديفايس بتاعك البطاريه خلصت، او يعني البطاريه خلصت خالص والجهاز فصل منك، فممكن هتوصل الديفايس بتاعك على اللي هو الباور بانك او اللي هو ساعات بنسميه الباتري باك او البورتابل باتري او البورتابل تشارجر. واشهر اجهزة ممكن نستخدم معاها الباور بانك عشان خاطر نشحنها اللي هي السمارت فونز او اللي هي التليفونات السمارت. كنا اتكلمنا قبل كده عن التليفونات السمارت، ممكن ترجعوا للفيديو دوت. وبرضو التابلت، التابلت برضو ممكن نوصله على اللي هو الباور بانك. وممكن لو عندك تليفون عادي ممكن برضو تشحنه باستخدام اللي هو الباور بانك، ودوت في حالة لو انت المكان اللي انت موجود فيه مفهوش باور سورس او مفهوش السورس كهرباء، يعني اللي هي المكان يعني تشحن منه كهرباء للديفايس بتاعك زي الفيشة اللي بتبقى موجودة في الحيطة، او اللي هي ساعات بنسميها الاي سي اوتلت، او اللي هو برضو مشترك الكهرباء. وفي عندي هنا في الصوره اللي قدامي ديت دوت سمارت فون ودوت اللي هو الباور بانك. زي ما انتم شايفين الباور بانك اللي قدامي دوت شكله مختلف عن الباور بانك اللي احنا شفناه من شويه، بس موضوع الشكل بتاع الباور بانك دوت مش بيفرق في حاجه، نفس الكونسيبت بيبقى موجود في اي شكل من اشكال الباور بانك. وزي ما انتم شايفين عندي هنا الكونكتور دوت اللي هو اليو اس بي تايب اي واصل عندي في الباور بانك، ودوت اللي هو السلك بتاع الباور بانك، وفي نهايه السلك دوت في اللي هو الكونكتور اللي هو المايكرو يو اس بي واصل عندي في السمارت فون او ممكن يبقى تابلت او اي ديفايس تاني. الباور بانك احنا بنقول عليه ثيرد بارتي كومبوننتس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الباور بانك هو يعتبر ديفايس ما بيبقاش جاي اساسي مع التليفون او التابلت بتاعنا لما بنشتريه. يعني انت لو جيت اشتريت تليفون جديد او اشتريت مثلا اللي هو التابلت او الايفون او الايباد او اي ديفايس من ديفايس ديت، فبيجي لك الديفايس بتاعك وبيبقى معاه مثلا اللي هو الشاحن او اللي هو الباتري تشارجر بس كده، ما بقاش معاه حاجه تاني. طبعا ممكن يكون مع الديفايس اللي انت شاريه يبقى فيه الكتالوج والحاجات ديت، لكن اقصد على قصدي بتكلم على الحاجات اللي هي بتيجي. وبرده ممكن يكون فيه اللي هي الهيدفون او اللي هي الايرفون اللي بتبقى جايه مع الديفايس نفسه، لكن ما بيكونش فيه اللي هو الباور بانك، ما بيبقاش جاي مع الديفايس نفسه. عشان كده بنقول على الباور بانك هو يعتبر ثيرد بارتي كومبوننت، او يعني حاجه ما بتبقاش جايه من المصنع اللي هو عامل الديفايس سواء كان تليفون او تابلت او حتى مثلا ايفون او اللي هو الايباد. فالباور بانك انت بتشتريه من اي مكان، يعني اي محل بتاع موبايلات، او ممكن مثلا تشتريه من على بعض الويب سايتس زي امازون او ايا كان المكان اللي انت تشتري منه الباور بانك، لكن الباور بانك ما بيبقاش جاي مع الديفايس نفسه، عشان كده بنقول عليه ثيرد بارتي كومبوننتس وما بيبقاش جاي مع الديفايس اللي انت شاريه. وعندي هنا في الصوره اللي قدامي ديت دوت سمارت فون ودوت باور بانك، وفي عندي اللي هو الكيبل دوت الكونكتور اللي هو اليو اس بي تايب اي، والطرف الثاني اللي هوصله عندي في التليفون اللي هو المايكرو يو اس بي. طيب الباور بانك ايه الفيتشرز اللي موجوده فيه، او ايه الحاجات اللي بتكون موجوده في الباور بانك؟ عندنا الباور بانك بتاعنا بيبقى فيه كذا حاجه، ممكن يكون فيه بورت او انترفيس اللي هو اليو اس بي اللي هو الستاندرد او اللي هو التايب اي زي اللي هو قدامي في الصوره ديت دوت اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو الستاندرد. كمان الباور بانك دوت بيبقى فيه بورت اللي هو المايكرو يو اس بي اللي هو كنا اتكلمنا عنه قبل كده، او برضو ممكن يكون فيه بورت اللي هو اليو اس بي تايب سي، اتكلمنا برضو عن اليو اس بي تايب سي. وكمان الباور بانك بيكون فيه اللي هي الليد
او اللي هي الليد اللي هي اللمبه اللي هي بتنور ديت، عشان خاطر يقول لك الستيتس بتاعت الشحن او الستيتس بتاعت الباتري بتاعت الباور بانك، او يعني الديفايس اللي انت موصله على الباور بانك بيبقى فيه الليد دوت بيعرفك اذا كان في انت موصل حاجه في الباور بانك ده نفسه، او كمان لو الباور بانك مثلا محتاج ان هو يتشحن فيبقى في ليد عندك موجود في اللي هو الباور بانك. وفي هنا وقت في الصوره ديت دوت اللي هو الباور بانك بتاعنا، ودوت ليد او اللي هي اللمبه اللي هي الموجوده في الباور بانك، وعندي هنا دوت البورت اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو الستاندرد، ومثلا عندي في الصوره قدامي ديت دوت الكونكتور اليو اس بي. ممكن بقى يبقى في نهايه الكيبل دوت، يعني تخيلنا نهايه الكابل دوت هيبقى في عندي اللي هو في نهايه الكابل نفسه هيبقى في اللي هو الكونكتور اللي هو المايكرو يو اس بي، اوصله عندي لو معايا مثلا تليفون او تابلت او كده، فاوصل الكونكتور دوت في التليفون او في التابلت، وزي ما قلنا ان اللي هو الباور بانك دوت هيشتغل كاني موصل الكونكتور دوت في الادابتر اللي انا بوصله عندي في الفيشه في الحيطه او في اللي هو المشترك بتاع الكهرباء. وعندي هنا في الصوره ديت دوت برضو باور بانك، ودوت اللي هو الكيبل في عندي الطرف دوت اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو بنسميه اليو اس بي ستاندرد دوت، بوصله عندي في الباور بانك نفسه زي اللي قدامي دوت. ممكن اوصله مثلا في البورت دوت او في البورت دوت، يعني الباور بانك اللي قدامي دوت ممكن اوصل عليه كابلين زي كده، هوصل كابل او هوصل الكابل الاولاني الكونكتور اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو الستاندرد دوت هوصله هنا، ويبقى الكيبل ماشي كده، والناحيه الثانيه هيبقى الطرف الثاني اللي هو ممكن يبقى مايكرو يو اس بي هوصله عندي على تليفون او مثلا تابلت، ولو معايا كيبل ثاني زي كده فبرضه هوصل اللي هو الكونكتور اللي هو الستاندرد دوت او اللي هو التايب اي اللي هو اليو اس بي هوصله هنا، والناحيه الثانيه اللي هو الكونكتور دوت هوصله عندي على الديفايس الثاني او اللي هو التليفون، ودوت اللي هو الكونكتور اللي هو المايكرو يو اس بي اللي هو هيوصل في التابلت او في السمارت فون او حتى التليفون العادي. وبرده ده شكل تاني من اللي هو الباور بانك، وعندي اهوت دوت اللي هو البورت اللي هو اليو اس بي اللي هوصل فيه الكيبل اللي هو اليو اس بي، وبيبقى الطرف دوت اللي هو الكونكتور اللي هو اليو اس بي تايب اي او اللي هو الستاندرد. وعندي هنا ديت اللي هي الليد او الليدات او اللي هي اللمبه اللي بقول لكم عليها، اللي هي يعني كل ليد من دولت بتعرفك حاجه معينه في اللي هو الباور بانك. وهنا اهوت في الصوره ديت دوت برضو باور بانك واصل فيه اللي هو الكيبل دوت دوت اللي هو الكونكتور اللي هو اليو اس بي الستاندرد او اللي هو التايب اي، وفي نهايه الكابل دوت في عندي اتنين كونكتور. الكونكتور دوت اللي هو اللايتنينج اللي هو بوصله على الايفون او الايباد او اللي هي الديفايس اللي عاملاها شركه ابل، وفي كونكتور تاني اللي هو دوت اللي هو مايكرو يو اس بي، يعني ممكن باستخدام اللي هو الباور بانك دوت والكيبل اللي هو فيه اتنين كونكتور، الكونكتور الاولاني اللي هو اللايتنينج والكونكتور التاني اللي هو المايكرو يو اس بي، اقدر اوصل هنا مثلا حاجه زي الايفون او اللي هو الايباد او اللي هي الديفايس بتاعت ابل، واوصل على اللي هو الكونكتور التاني دوت ممكن اوصل عليه مثلا جهاز تليفون عادي اللي هي زي الاجهزه اللي هي الاندرويد او حتى تليفون قديم او تابلت عادي، واللي هي الديفايس اللي هي بتستخدم الكونكتور اللي هو المايكرو يو اس بي. وفي عندي هنا في الصوره اللي قدامي ديت دوت شكل البطاريه نفسها اللي بتبقى موجوده جوه اللي هو الباور بانك، او بمعنى تاني الباور بانك بتاعي دوت هو عباره عن بطاريه زي اللي قدامي ديت، يعني فيها شبه من البطاريات اللي هي اللي احنا بنستخدمها العاديه، بس البطاريات ديت اللي بنستخدمها مع الباور بانك او حتى اللي هي الموجوده في الموبيل ديفايس بتاعتنا او اللابتوب بتبقى بطاريات زي ما كنا قلنا قبل كده بنسميها ريتشارجبل باتري، او بطاريات بتنفع تتشحن على عكس البطاريات اللي هي بتبقى موجوده في مثلا الريموت كنترول اللي بيبقى موجود عندنا في بعض الديفايسز زي الريموت كنترول بتاع التكييف او الريموت كنترول بتاع الستلايت ريسيفر او الريموت كنترول بتاع التلفزيون، بتبقى البطاريات ديت ما بتبقاش بطاريات ريتشارجبل. فالباور بانك دوت بيستخدم
اللي هي البطاريات اللي هي ريتشارجبل، او اللي هي من ضمنها نوع بنسميه الليثيوم اي او ان. والليثيوم اي او ان دوت بيبقى فيه منه سايزز او بيبقى فيه منه احجام. فالحجم المستخدم في اللي هو الباور بانك اللي قدامنا دوت اللي هو السايز 18650، وفي اللي بره اللي هو الجزء دوت اللي هو الكيسه بتاعت البطاريه، وفي عندي دوت اللي هو الكونكتور اللي هو اليو اس بي اللي هو هجيب الكابل بتاعي هيبقى فيه اللي هو الكونكتور هيوصل في اللي هو البورت دوت او اللي هو الانترفيس دوت اللي هو اليو اس بي. وطبعا الباور بانك دوت بيبقى في يعني ده دي كده اللي هي الجزء اللي هو البلاستيك دوت او اللي هو الجزء الخارجي دوت، دي الكيسه او يعني كانه صندوق كده بيقفل على الباتري او اللي هي البطاريه نفسها. واذا انتم شايفين البطاريه متوصله باللي هو البورت دوت او الانترفيس دوت اللي هو هيشحن التليفون من خلال او الديفايس بتاعنا يعني هيشحنه من خلال لما اكون موصل اللي هو الكونكتور دوت يبقى واصل في البورت دوت، فالكهرباء طبعا بتمشي في السلك، والطرف الثاني بيبقى هنا اللي هو ممكن يبقى حاجه زي المايكرو يو اس بي هوصله على التابلت بتاعي او السمارت فون، او ممكن يبقى لو انا بتكلم مثلا في اللي هو الايفون او الايباد فبدل اللي هو المايكرو يو اس بي دوت هيبقى حاجه زي اللايتنينج زي اللي شفناها من شويه. فيعني دوت هنا هو شكل البطاريه بتاعت الباور بانك من جوه.